وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. مرحبا بكم، ونحن في انتظار الأسئلة، ولكن قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى نذكر إخواننا بالمساهمة للقناة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. مرحبا. لو سمحت يا مولانا، حكم بيع المرابحة عن طريق البنوك الإسلامية، البنك هيشتري لي بس ما عندوش مخازن فعلية، فحكم البيع ده ايه؟ ما عندكش مخازن ولا هو ما عندوش مخازن؟ هو ما عندوش مخازن فعلية، هو هيشتري لي عن طريق العقد الثلاثي. بص، هو البيع المرابحة اللي بيشترط فيه ان اولا اللي هيشتري انه يشتري من خالص المال، طبعا البنك هيجيبه من ماله طبعا، ثم ينقله من مكان البائع، سواء هينقله في مخازن ليه أو في مخازن تانية. وبعد كده الشرط الثالث إن هو ما يلزمش المشتري بالشراء بعد، لأن هذا وعد بالبيع وليس إلزام بالبيع. الشرط الرابع إن هو ما ياخدش من المشتري عربون أو مقدم للسلعة قبل ما أن يشتريها. الشرط الخامس إنه ما يكونش فيه غرامة تأخير إذا يعني المستهلك اللي هو العميل يعني حصل عنده تأخير في بعض الأقساط، ما يبقاش فيه غرامة تأخير. دول خمس شروط، سواء بقى البنك الإسلامي أو بنك غيره أو أشخاص أو نحو ذلك، إذا توفرت هذه الشروط فإن شاء الله تعالى تكون بهذا البيع صحيح. وإذا لم تتوفر يبقى بننصح أنك أنت لا تتعامل بهذه المعاملة، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام وبركاته. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ مع حضرتك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. استعلي صوتك شوية. عندي سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك. تفضل. مرات الابن تنفع لابوه؟ مرات الابن تنفع لابوه؟ لا، يعني بمجرد كده. العقد، بمجرد العقد تنفع تتجوزها يعني ابوه تقصد؟ ايوه، بمجرد العقد فانها تحرم على الاب، تحرم على الاب ولا يجوز الاب حتى لو الابن طلقها قبل الدخول، ما ينفعش لابوه ان يتزوجها. طب لو حضرتك، لو الابن متوفي. يعني ايه الابن متوفي؟ يعني ابنه توفى و مش هو عقد عليها واتجوزها وخلاص او دخل بيها؟ لا ما عقدش لسه، ما عقدش. انا بنسال السؤال، عايز نعرف. تقول مرات الابن. مرات الابن يعني واحد اتجوزها، لكن خطبها بس تقصد؟ لا ما خطبهاش، يعني هي توفى، هو ابنه توفى وعايز ياخد يتجوزها مكانها. مش فاهم، يعني الابن توفي مين عايز يتجوزها؟ ابوه عايز يتجوز واحده؟ ابوه توفى. طب والواحده دي علاقتها ايه بالابن؟ ما انا بقول لك يعني تجوز له ولا ما تجوزلوش حضرتك؟ ما هي مرات ابنه بتقول. مرات ابنه. مظبوط كلامك. بقت ارمله ليه يعني؟ ما ينفعش. انا بقول لك اذا عقد عليها او دخل بيها الاب ما ينفعش يتجوزها، سواء ان هو طلقها او مات عنها. ما ينفعش ان الاب يتجوزها بمجرد العقد خلاص. يعني سواء بقى الابن مات او اللي طلق، هذه المرأة أصبحت محرمة على أبيه بمجرد أن يكتب الكتاب عليها، أن الابن كتب الكتاب عليها.
واضح يعني ان شاء الله الاجابه لعلها تكون واضحه ان شاء الله تعالى. نعم. نحن طبعا العقد يعني اذا حصل عقد الزواج تحرم المراه على اب الزوج وعلى ابنه لو العكس، يعني لو الاب هو اللي عقد على واحده وبعد كده الاب ده طلقها او مات عنها، ما ينفعش ابنه يتجوزها. والثالث ان ام الزوجه تحرم على الزوج بمجرد العقد. يبقى في ثلاث اشياء تحرمه، وهو مرات الاب ومرات الاب وام الزوجه بمجرد العقد. اما بنت الزوجه فان هذه تحرم بعد الدخول. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. لو سمحت عايز اكلم الشيخ. مع حضرتك اتفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت شيخ، ساعات انا ساعات مثلا انا وانا بصلي بنسى ساعات السوره بعد الفاتحه، وساعات لو بسجد سجده وانسى السجده الثانيه، هل اعيد الصلاه من ثاني ولا ايه؟ لا. وبعدين في حاجه كمان يعني. نعم. ان انا مثلا ساعات امسح اعمل راسي كده امسحها انساها، هل اعيد ثاني ولا ايه؟ تمسح راسك في الوضوء يعني؟ بالنسبه وساعات الصلاه برضو بنسى صوره وبنسى ساعات الصوره بعد الفاتحه يعني. يعني إذا نسيت السورة بعد الفاتحة ربنا يعفو، إن قراءة السورة سنة ولا تبطل الصلاة. لكن إذا نسيت السجدة لازم تأتي بها، يعني نسيت السجدة وقمت للركعة الثانية يبقى الركعة دي اتلغت. الركعة اللي نسيت فيها سجدة كأنك ما ركعتهاش، الركعة كلها على بعض. ويعني إذا كان مثلا في الركعة الثانية نسيت السجدة في هذه الرقعة يبقى انت كده ما صليتيش الا رقعة واحدة، تبقى الرقعة الثانية دي باطلة وتكملي صلاتك على كده. يبقى دي نمرة واحد. يبقى مثلا لو بصلي العصر يبقى قدامك ثلاث رقعات ثانية، الرقعة رقم اثنين دي اتلغت منك، وفي الآخر تسجدي سجود السهو. أما إذا افتكرتي بعد فترة، يعني بعد ما خلصت صلاة وافتكرتي بعد مثلا وقت انك بس يكون متأكدة فعلا يعني انك انت نسيتي سجده، يبقى في هذه الحاله تعيد الصلاه لو انت افتقرتي بعد رقعه. اما اذا حصل عندي شك بعد الصلاه لا تلتفت اليه، لان الشيطان ما بيسيبش الانسان انه دايما يشككه في العباده. فاذا كان بعد الصلاه حصل عندك شك انك انت نسيتي سجده يبقى يعني ما يهمكيش ويبقى صلاتك صحيحه. اما اذا اتاكدتي انك انت فعلا نسيتي سجده وكان الكلام دوت يعني في وقت بسيط، بنقوم نصلي ركعه كامله ونصغر سجدتين سهو ونسلم. اذا كان بعد وقت طويل بنعيد الصلاه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت بس علي صوت شويه. اه اتفضلي بس علي صوت حضرتك شويه. اتفضلي. السلام عليكم. عايز الشيخ. مع حضرتك اتفضلي. انت الشيخ؟ ايوه. نعم يا شيخ، انا كنت بصلي وما كانش بيفوتني ولا فرض. نعم. ودايما كنت بصلي حتى قيام الليل. الحمد لله. بس بقت بيجيني تفسير دلوقت مش حلو خالص. بيجيلك ايه؟ تفسير وحش خالص. تفسير؟ ايوه، تفكير ان انا ممكن اخطا، مش عايزين اصلي عشان ممكن اخطا، ممكن اعمل اي حاجه. فانا مش عارفه دلوقت منحت الصلاه خالص. لا، ما احنا اذا كنا عندك خوف انك تغلطي في الصلاه احنا نجتهد ان احنا نحافظ على صلاتنا. وزي ما سالت الاخوه اللي سالت الاخت اللي سالت قبليكي ان هي بتخطئ في الصلاه وقلنا لها تعمل ايه؟ لكن الواحد يعني عنده خطا يقوم يسيب العباده كلها؟ لا، كده تصرف مش صحيح. انت ان شاء الله تحافظي على الصلاه، ولما يحصل عندك اي شك ولا اي حاجه فضل حضرتك اسالي، والحمد لله القناه مفتوحه وكل يوم بيجي البرنامج اهل الذكر مرتين في اليوم، ففي اي وقت في يعني تفضلي حضرتك تتصلي او بتليفون اي حد من المشايخ الافاضل هتلاقي اللي يجاوبك. لكن احنا نسيب لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل العلماء عشان يعلموا الناس. واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. عندك لجنه الفتوى، عندك يعني البرامج الفتاوى الحمد لله كثيره ومتنوعه، واهل العلم الحمد لله يعني نتعلم منهم. لكن احنا بمجرد ان الشيطان يقول لك انت هتغلطي، طبعا كل ابن ادم خطاء، كلنا بنغلط. ف
فاذا كنت ديت هتبقى وسيله ليكي ان الشيطان يضحك عليكي ويخليكي تسيبي العباده، لا حرام عليكي كده. ان شاء الله تنوي من دلوقتي انك انت ترجع للصلاه تاني وتستغفري الله وتطوبي اليه وتحافظي على الصلاه ما تسيبيش ولا فرض عشان نقابل ربنا. يعني احنا يعني اقل حاجه بنعملها العباده الصلاه، فنقابل ربنا بعبادتنا واحنا ما نضيعش الفرض باي وجه من الوجوه. يعني الصلاه دي ما نسيبهاش خالص، حتى لو الواحد يعني عنده شغل قد كده، الصلاه دي لازم، لان الصلاه عماد الدين، من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين. واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلح صلح سائر عمله وان فسد فسد سائر عمله. يبقى ازاي بقى نيجي للاساس والركن عمود الاسلام اللي احنا نهدمه وكده احنا بنضيع نفسينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. يبقى ده امر خطير. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم، في سؤال؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. اي اتفضل. مع حضرتك. كان فيه واحده ابوها عايش يعني وجت ماتت، وبعدين هي خدت حقات الارض، بس ما يعني مش عارفين لها في الدار ولا عيالها بيطلبوا في الدار. يعني هي ماتت بعد ابوها ولا قبل ابوها؟ هي ميتة وابوها عايش. اه. وبعدين كان لها بحثة يعني خدتها وهي عيالها خدوها. عيالها خدوا نصيبها، عيالها خدوا نصيبها. يقولوا احنا لها فيها، مش عارفة هي لها فيها ولا ايه، بس هي ميتة وابوها عايش. انت بتقولي يعني عيالها خدوا نصيبها بعد ما هي بعد ما الوالد مات. خدوا نصيبها. اه. دي يعني هو طبعا ليها اخوات ولا مالهاش؟ ايوه خدوا نصيبها في الارض، انما في الدار بقى في اختلاف في الدار، بيقولوا احنا لنا فيه. هي ليها اخوات ولا مالهاش اخوات؟ طيب على كل حال هو الارث من شروط الارث ان تحقق حياه الوارث وتحقق موت المورث. فهي ماتت اذا ليس لها ارث، الا ان باعتبار ان الناس تجهل ان المفروض الاب اللي هو جد الاولاد دول في هذه الحاله لما تكون بنته ماتت، ودي طبعا بننصح بيها لاخواننا المشاهدين، يعني ان لو حصل مثل هذا الامر ان الاب في هذه الحاله يوصي لابناء ابنه او ابناء بنته. اذا كان ابناء ابنه مش هيبقوا ورثه، لان ممكن ابناء الابن يورثوا، اما اولاد البنت مش هيخشوا في الارث. ففي هذه الحالة يكتب لهم وصية. القائمين على الأمر لما رأوا أن الناس تجهل المسألة ديت، فاعتبروا أن الوصية دي واجبة، يعني لأن الناس فاهمة أن أولاد الابن أو أولاد البنت بكده كده بيورثوا، فاعتبروها دي كأنها وصية، فاعتبروها وصية واجبة. ويبقى كده الأولاد أولاد الأخت ديت اللي ماتت بياخدوا نصيب أمهم بشرط ما يزيدش عن التلت. فهو يعني إذا كانوا خدوا في الأرض وانتهى الامر على كده خير ان شاء الله تعالى، ومش مهم ياخده في البيت، لان طبعا زي ما تقول دي بس حل للامور، يعني ممكن يكون نصيبهم ما يزيدش عن التلت. فيعني الورثه اذا حنوا عليهم واعطوهم يبقى خير، اذا تمسكوا بحقهم ولم يعطيهم واختفوا بانهم يعطوهم من الارض فان شاء الله جائز برضك، والامر فيه ساعه باذن الله عز وجل. وطبعا احنا بننصح ان الناس يعني ما ينسوش هؤلاء الاولاد يعني. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. لا الصوت مش واضح خالص. الصوت بعيد خالص. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا اخي. لو سمحت حضرتك، بالنسبه للصلوات اللي فاتتنا قبل كده، مثلا من ايام فاتت من اكتر من ايام، مثلا اوقات في صلوات بتفوتنا، ازاي اصليها؟ اصلها مع كل صلاه مثلا؟ يعني ينفع مثلا اصلي الظهر مرتين، العصر مرتين؟ الصلوات الفائته فرائض. بنقول اول حاجه لازم الانسان يعني يتوب الى الله عز وجل توبه نصوحا، ان هو يكون عزم اكيد ان هو ما يسيبش ولا صلاه بعد كده. دي اهم حاجه في الموضوع دوت، انه لازم يكون يتوب الى الله توبة النصوح، بحيث ان هو ما يتركش ولا صلاة
بعد هذه التوبة إن شاء الله تعالى، وربنا يوفقنا ويوفقها. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة الفائتة، اختلف أهل العلم في قضائها، فالجمهور يروا أنه يجب عليه أن يقضي ما فاته لأنها تعلقت بذمته ودين الله أحق بالوفاء، فقالوا أنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. إزاي يصليها؟ بأي وجه كان، عايز يصلي مع كل فريضة، مع كل صلاة صلاة عشان تضبط عدد الأيام اللي هتصليهم، ما فيش مشكلة. لقيت نفسك في وقت فراغ وعندك وقت انك انت ممكن تصلي صلاة يوم كامل في اي وقت، صبح الظهر عصر بالليل، صلي صلاة يوم كامل، تصليها صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا، برضك ما فيش معنى. فالامر فيه الحمد لله امر واسع، وتصليها على كيف شئت. كثير من الناس بيختاروا ان يصلي مع كل فرد فرد ويستمروا على كده، ويعني ربنا بيقدرهم عن ذلك. فإذا جاء الأجل ولم تنتهي هذه الأيام، إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تجب ما قبلها، يعني من تاب تاب الله عليه، التوبة تقطع وتمحو ما كان قبل ذلك. فالإنسان إذا كان صادق مع الله عز وجل ولم يتمكن من أداء ما فاته من هذه الصلوات، إن شاء الله تكتب له أجر ما بقي. في بعض أهل العلم آخرين بيروا إنه هو خلاص طالما تاب إلى الله يحصل من فعل الخيرات وفعل النوافل والصدقات ونحو ذلك، ويحصل من هذا حتى يعني يمحو الله عز وجل ما فاته. لكن يعني إحنا يعني إذا كان ده رأي الجمهور، فإن شاء الله تعالى نحافظ على قضاء هذه الصلوات بقدر ما نستطيع من غير أن نشق على الناس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قناة الندى. نعم. أيوة قناة الندى، بس علي صوتك شوية. لو سمحت عايز رقم الشيخ عبد الرحمن منصور. رقم طيب الأخوة في الكنترول يعطوا لحضرتك إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا دلوقتي أنا جوزي شغال باليومية وشغله على قده، يا دوبك إن هو بيكفي البيت أكله وشربه ومية وكهرباء ومصاريف، يعني الحال ماشي الحمد لله. الحمد لله ربنا يوفق ويبارك. الحمد لله. طيب دلوقتي يا شيخ أنا مثلا بيبقى يجي يديني مصروف البيت بيتبقى مثلا 5 أو يتبقى 10، بوفرهم أنا ومثلا في احتياجات بنت عروسة، في احتياجات بنت عروسة بجيبها لها. نعم. ماشي. المهم فهو بيجي مثلا اخر اليوم اتبقى 5 اتبقى كذا، يقول لي انا مش مسامحك، انا مش ببارك لك، انا مش كذا. اقول له يا استاذ يا محترم، ده راحوا ما خرجوش بره البيت، هم راحوا نعم. لبنتك او راحوا للمصاريف بتاعت العروسه اللي انت حاجات انت انا او البنت محروجين نقول له عليها حاجات داخليه بتاعت البنات. نعم. يقول لي انت حراميه وانت نصابه وانا مش مسامحك وانا مش عارف ايه وانا 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 وانا. انا اعصابي ثابت، فانا اتكلم معاه مهما اتكلم معاه يقول لي الجنيه اللي هتاخديه من ورايا انا مش مسامحك فيه. بقول له هو رايح لبنتك او رايح لابنك او رايح في البيت، انا ما بجيبش حاجه لنفسي. لا اذا كان زي ما حضرتك بتقولي اذا كانت هذه من ضروريات الحياه ومن نفقات البيت سواء عليك او على بنتك، ف يعني ما لا يضرك ما يقوله مسامحك او مش مسامحك، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هند وتشكو اليها زوجها انه لا يعطيها ما يكفيها ولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاذا كان هذا هو المعروف ان انت هتجهزي بنتك، انت ما بتصرفهاش لحاجه ترفيهيه ولا في بتصرفيها في تبذير ولا حاجه، بل بتصرفيها في امر هو واجب عليه انه ينفق فيه، فده من ضمن الواجب عليه، وان شاء الله تعالى لا حرج عليك في ذلك، وتتعبيش نفسك. يعني مش عارف ليه الازواج يعني بيشددوا في المسائل ديت وهي مسائل بسيطه، يعني بتقول 5 جنيه و10 جنيه، يعني الطفل الان بياخدهم مصروف. فيعني بنرجو ان الاخوه يعني الرجال ان يكونوا يعني رفقاء في نفقاتهم على النساء، وما يشددوش التشديد دوت. الكلام ده هو بتبذر في اموال كثيره ولا تحسن التصرف، يبقى في الحاله دي يعني له ان يعاتبها وان يلومها، لكن انه هو في امور بسيطه. ثم انها كمان بتنفقها على بنتي،
فإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، وإن شاء الله ربنا يعني يشرح صدره ويبطل الكلام اللي هو بيقعد يدعي عليك فيه. وهذا الدعاء طبعا دعاء في غير يعني من غير حق ليه، فإن شاء الله هو دعاء غير مستجاب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. علي صوتك بس شوية. معلش، بالنسبة للوضوء. الوضوء؟ التحليل بين الأصابع، تحليل الإيه؟ ما بين أصابع القدمين والإيدين. فرض في الوضوء. مش سامع كده. والمسح على العمامة. المسح على العمامة؟ جائز. المسح على العمامة جائز. المسح على العمامة جائز، سواء الافضل طبعا ان تمسح على اول الراس وتكمل على العمامه. ويرى بعض اهل العلم ايضا انه يجوز المسح على العمامه فقط من غير ما تمسح على بعض الراس. فلكن يعني الاحسن عشان يكون يعني امن ليك انك تمسح على مقدم الراس وتكمل على العمامه. والوضوء صحيح ان شاء الله تعالى. هذا اذا كان على الراس عمامه تمسح عليه. فيش عمامة يتمسح شعره كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، انه يضع يده على مقدم رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. نعم. السلام عليكم. هل هناك اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ عايز اسال اذا كان. اتفضلي اسالي. اذا كان يجوز ان انا ادي زكاة المال. مش سامع الصوت كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لك ان شاء الله طلع عمره ومنتكبه. ربنا يتقبل يا رب. بيقولوا ما ينفعش ان انا احط النقاب على وشي ساعة العمره. نعم، هو ساعة الإحرام مش من أول ما تخرج من البيت. ساعة الإحرام لغاية ما لا تضع النقاب مش معناه لا تغطي وجهك. في فرق بين إحنا إن المرأة لا تلبس النقاب اللي هي الخرقة اللي معروفة بتوضع على الوجه تغطي الوجه وقد يكون فيها نقب للعينين، فهذا هو النقاب. أما أن تسدل من على رأسها على وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالش لا تغطي المرأة وجهها، إنما قال لا تنتقب، يبقى في نهي هنا عن لبس النقاب يعني في بالنسبة للمحرمة. إنما تسدل يعني إن النساء الصحابيات رضي الله تعالى قالت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها إذا مر بها الرجال. وطبعا الآن لأن الرجال موجودين في نفس الحرم أو معها في الرحلة، فيبقى هنا تسدل يعني تجيب شيء من على رأسها وتغطي به وشها. كده ايه غطت وجهها ولم تلبس النقاب، لان بعض النساء بتظن ان هي لا تلبس النقاب بمعنى تكشف وشها. لا، هذا ليس صحيح، لانما تستر وجهها بطريقه اخرى من غير ما تلبس النقاب اللي هي الخرقه التي توضع على الوجه، لا النقاب ولا اللسان ولا شيء من هذا. نعم. وصلى الله يتقبل. السلام عليكم. السلام. نعم. تفضل يا اخي. الشيخ اسمعني. تفضل مع حضرتك. تفضل يا اخي اسمع. نعم. حضرتك عهد تبول ارادي. السلام. علي صوتك. تبول لا ارادي. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. الو. ايوه مع حضرتك سامعك. سؤال صغير يا شيخ معلش ووضحه لي كده بالله عليك. اتفضلي. انا والدي عاطيني مبلغ، فانا ماليش انني اتاجر او معرفش اتاجر او معرفش ان انا اعمل بيه اي مشروع. ماشي. نعم. المهم انا حطيته وديعه في البنك. نعم. فهو بيخرج لي كل شهر مثلا 1000 جنيه. نعم. انا عندي بنتي عروسه على وش جواز وعندي ثانويه عامه وعندي عيل معاق. نعم. فالمبلغ اللي بيخرج من الوديعه دوت انا مثلا بطلع منه حسنه صغيره قوي لله من ضمن المبلغ يعني. لو اضطريتي يا اختي انك تحطيه في بنك، يبقى حطيه في بنك اسلامي زي بنك فيصل. ايوه. واعملي زي ما انت بتقولي كده، يعني طلعي جزء منه
وانتفع ان شاء الله بالباقي، وربنا يعني يعفو عنا وعنك يعني. ماشي. السلام عليكم. هاي مولانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مش قناه الندم. اتفضلي. نعم. من فضل حضرتك، انا زوجي هيحلف بالطلاق. قال لي ماله؟ جوزك قال لك ايه؟ الصوت انقطع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك، فضل. انا زوجي كان حلف على ابني، قال له عليا الطلاق بالثلاثة، كان في وقت انفعال جامد. نعم. الطلاق بالثلاثة من امك، لو ما قمت الساعة 10 فتحت المحل قبل ما انزل انا كذا، وكان حلف بالطلاق يعني. فدلوقتي ابني كذا ايه يعني؟ ايه كذا ايه؟ ما انا مش فاهم كذا يعني. اذا ما رحتش تفتح يعني المحل إيه؟ تبقى امك طالق يعني؟ ايوه. يعني كان حلف بالطلاق ثلاثة. فدلوقتي ابني التزم فتره، وجه يوم الجمعه راحت عليه النومه، ما عرفش ينزل الساعه 10 قبل ابوه. فهل دلوقتي يمين الطلاق واقع؟ لا، اذا كان غصبا عنه يعني، هو الحلفان ده على اساس ان هو ما يتعمدش التاخير. لكن اذا كان غصبا عنه زي ما حضرتك بتقولي راحت عليه نومه، ابني راحت عليه نومه، او في عائق او عذر منعه من الذهاب، يبقى اليمين ما وقعش كده. اليمين تاني حاجه، لو وقع اليمين يبقى بقى نشوف هو كان يقصد ايه باليمين بتاعه، نخليه هو يتصل بينا ونشوف هو يقصد أيوة. اليمين بتاعه، نشوف بقى هل كده وقع الطلاق ولا ما وقعش الطلاق. لكن لغايه دلوقتي كده الامور الحمد لله سليمه، ومفيش اي حاجه. والنسيان ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عن الام الخطا والنسيان وما استقره عليه. فطالما هو كان نايم، هذا طبعا شيء فوق ارادته، لان الله رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فكده ما فيش حاجه وقعت ان شاء الله تعالى. نسال الله التوفيق والتيسير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه. نعم. ايوه عم الشيخ، بعد اذن حضرتك اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل. حضرتك دلوقتي والدي توفى وسايب بيت، سايب لنا بيت ورث ورثه. احنا نعم. بنتين وولدين. نعم. والام موجوده. نعم. نعم. والام ليها نص البيت. غير يعني الوالد ليه النص وهي ليها النص. لا، الوالد ليه النص والام ليها النص. طيب. فحضرتك دلوقتي الوالد متوفي. نعم. بس ففي بنت مننا، احنا بنتين وولدين، في بنت مننا ساكنه في الدور السادس، هما ست ادوار البيت. نعم. ساكنه في الدور السادس. فدلوقتي والدتي قالت هي عشان تعبانه شويه مش ما بقتش تقدر تطلع الدور يعني السادس، فاديها الدور الثاني اللي هو ايه؟ اللي والدتي قاعده فيه. كويس. فالدور دوت كان هيبقى من يعني بعد وفاه الام كان هيبقى من نصيب الولاد، الصبيان واخدين تحت الدور الاولاني في محلات تجاريه بيشتغلوا فيها. والدور الثاني دوت كانوا برضو هما الاثنين بينهم الشقه دي بينها بين الاخين. نعم. فدلوقتي الام كتبت عقد للبنت. وكتبت فيه ان مثلا الشقه اللي فوق تقديريا ب 150 والشقه اللي تحت ب 180، ففي فرق 30,000 دلوقتي في العقد في نعم. فدلوقتي الناس بيقولوا لها انت لازم يا حاجه تكتبي تاخدي الفلوس دي من بنتك. ايوه. عشان ما يبقاش حرام عليكي. نعم. وتاخديهم تديهم للولاد الصبيان عشان هم اللي كانوا هياخدوا الشقه دي. قالت لهم انا سبت شقه اللي في الدور السادس مكان الشقه اللي في الدور الثاني، يعني الولاد كده شقتهم موجوده برضو شقه مكان الشقه. فحضرتك انا عايز اعرف بس راي الدين ايه في الموضوع ده؟ يعني هي كده الام عملت خطا ولا لا؟ لا، هو مفيش خطا ان شاء الله تعالى. هو بس هو في الفرق السعر ده اللي هو 30,000 دي هتعتبر هبه من الام لبنتها. واذا اعطت هبه دلوقتي لازم تعدل بين الهبه دي تديها للولاد. انا بكلم حضرتك، اذا اعطت هبه لحد من اولادها فهنا العدل ان هي تعطي لبقيه الاولاد والبنات كمان، يعني تدي البنت زيها وتدي للولد ضعف ما اعطت للبنت، يعني يقدر هذا الكلام، او البنت تدفع بقى الفرق دوت ويتوزع عليكم. يعني دي كلها كده يعني البنت تدفع الفرق للام، يا اما الفرق لامها، يا اما الام تدي للباقي زي ماده للبنت زيها. نعم. زي ما هبت لديه تهب للبنت. من العدل يا اما انتوا بقى شايفين الوضع ممكن، يعني انتوا بقى يعني شايفين انها ادت لها لانها مضطره فتسامحوها بقى.
يعني دي حاجه ثالثه بقى، يعني اذا كنتوا شايفين الاخت ديت فعلا مريضه ما تقدرش تطلع والام عامله كده رفقا بيها، فانتوا بقى يعني من باب الشفقه والرحمه دي بقى مساله ثانيه. لكن ده الحكم زي ما قلت لحضرتك، يا اما البنت تدفع 30,000 للام وكده خلاص الموضوع انتهى، يا اما الام تهب بقيه الاولاد مثل ما وهبت لبنتها. ربنا يهدي الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد اذنك، انا بنتي كانت عايزه تنتقب. كانت عايزه؟ عايزه تلبس النقاب. اه تلبس النقاب، نعم ما شاء الله. باباها ما رضيش نهائي. ليه كده؟ ما رضيش خالص بالنقاب. ده انت تاني واحدة تتصل بيا في الموضوع، واحدة تتصل بيا على التليفون اول امبارح بنفس الموضوع. ليه كده؟ نشوف بناتنا عايزين الاحسن. نعم. وهي ما شاء الله عليها لبسها كله اسلامي، حاجات تفرح وانسانات. يا رب يثبتها ويوفقها يعني. يا رب ادعي لها ويغيظ اعداء الله اللي هم بيحاربوا النقاب ومش عايزين حد يلبس نقاب ولا حجاب. فلا احنا بنقول للوالد يعني اذا انت الحمد لله ان ربنا يعني هادي ليك بنتك وعايزه كويس. هو طبعا اكيد بيقول لها دي فضيله زي الاخت برضك اللي سالتني، ان الاب بيقول لها دي فضيله مش فريضه. طب وايه الفضيله يعني؟ الفضيله ديت ليه ما احنا ما نسعاش ليها؟ يعني لو قلنا انها طبعا هي فريضه، لكن حتى لو قلنا انها فضيله او انها سنه، هي السنه دي يعني حاجه يعني مهمله يعني، او الفضيله دي حاجه ما نسعاش ليها؟ ان الله يحب معالي الامور. فيعني الفضائل الانسان لما يجي للقمه احسن ما يكون في غيره، احسن ما يكون في الاسفل. فبننصح ولي الامر جزاه الله خير والدها ان هو يعني ما يكونش هو في طريق بنته، بل بالعكس يساعدها على كده طالما هو شايف فيها خير وتريد الخير. اما بقى يكون بقى ان الشيطان يوسوس لا مش هتتجوز، لا مش هيجي لها، مش عارف ايه، لا الحمد لله يعني دي امر في قدر الله، وهذا رزق يسوقه الله عز وجل. والحمد لله الكثير من البنات يعني منتقبات واتجوزوا وبيوتهم كويسه والحمد لله، ربنا يهدي الجميع. لعل هذا يكون فتحه خير ليك ولبيتك ولاولادك ولزوجتك، وهذا في ميزان حسناتك، فلا تقف في طريق ابنتك اذا ارادت ان ترتدي النقاب. بارك الله فيك واحسن الله فيك وفي جميع بناتنا وفتياتنا، اسال الله عز وجل الهدايه للجميع. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ مجد؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. حضرتك لو معايا مبلغ من المال وحطيته في البوسطه ده يبقى لا البوسطه والبنك ده كله بيتعامل بالربا. يعني نعم. انا بنصح انك انت شاب صوتك بان عليه ما شاء الله شباب، انك انت تتاجر في مالك و يعني تنمي مالك بنفسك وتحافظ عليه. اذا لم تستطع يبقى بقى تشتري شرائح ذهبيه للسبيكه. طب هيطلع منه نتصدق بيه او كده؟ ايه؟ مش سامعك. ولا تشتري سبائك ذهبيه اذا انت مش هتقدر تتاجر بيها، يبقى تشتري سبائك ذهبيه وتحتفظ بيها لما تحب تفك حاجه منها. يعني ان شاء الله يعني ممكن الذهب يزيد ويبقى مال حلال، واذا ما زادش انت مش هتخسر الا ثمن الدمغه فقط. سبيكه مش حاجه مصنوعه، مش حاجه مشغوله، الشغل ده هيضيع عليك وهتبقى فيه ضريبه مبيعات. لكن السبيكه الذهبيه ما فيهاش الكلام ده كله، هي ثمن الذهب بس مع ثمن الدمغه، حافظ عليها. ولما احتاجت اي مبلغ فانت هتفك حاجه منها تروح تبيعها، والذهب لو زاد يبقى انت هتكون كسبان على كل جرام الزياده اللي هي هتكون فيها، وفي الغالب بيزيد يعني. فدي احسن حاجه تحافظ بيها على المال بعيد عن البنوك وعن مواضيع الربا. اذا استطيع انك تتاجر فيها يبقى ده احسن طبعا، عشان يبقى في استثمار للمال وفي كمان تنشيط لايه؟ للاقتصاد البلد وكده، وده افضل شيء. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. تفضل. كلك الزوال. الحمد لله. تفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بقول لحضرتك يا عم الشيخ. اي تفضل. ايوه مولانا. اي ما سامع حضرتك، بس انت وطي التلفزيون عندك عشان تسمعني من السماعة، تسمعني على طول. يا مولانا.
ايوه اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا رب. بخير يا رب، ربنا يتقبل منا منك. اتفضل. امين يا رب العالمين. انا كنت بصوم اثنين وخميس بنيه الدين اللي عليا بتاع ولاده وبتاع الحيض وكله. طيب. فدلوقتي جه رجب. انا بنيه ايه؟ صوم بنيه برضه قضاء اللي عليك. بنيه قضاء اللي عليك. مش زي ما انت ماشيه انت بتصوم الاثنين والخميس بنيه الدين بتقول القضاء يعني. ايوه ايوه اه انت برضك زي ما انت ماشيه كده صومي الاثنين والخميس او حبيت تزوده كمان ان شاء الله. نعم ان هي تبقى واحده يعني زي ما انا ماشيه. اه زي ما انت ماشيه لغايه ما تخلصي الايام اللي عليك ان شاء الله. واسالك الدعاء بالله عليك وان ربنا يفك كربنا وكرب كل متضايق يا رب. امين يا رب. ربنا يفك كرب المسلمين جميعا يا رب. امين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه. قنوات الناس. ايوه الندى. الندى ماشية بس. ان شاء الله. ماشي. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي. ايه؟ اتفضلي يا سامي حضرتك اتفضلي. طب ماشي. طب انا حضرتك دلوقتي انا قاعد على السرير. ما بتحركش. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويعافي جميع مرضى المسلمين. ماشي. نحمد ربنا الحمد لله. الحمد لله. بس بتوضى وبصلي بالارض. يعني المركب قصرها. نعم. ينفع ان انا كل شويه اتوضى ولا خلينا على الوضوء طول النهار؟ لا ما نحافظ على الوضوء طول النهار ازاي؟ ما انت مش هنضرك، لكن لو 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 اضطريتي يعني خرج منك ال 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 العذر اللي عندك تتوضي بعد كل صلاه. واذا في مشقه عليكي ممكن احيانا بعض الايام يعني تجمعي. يعني صلي الظهر والعصر مع بعض، صلي المغرب والعشاء مع بعض، إذا في هيبقى في مشقة عليك، لكن مش كل يوم كده يعني. وتتوضي بعد دخول الصلاة إن شاء الله تعالى. بعد ما يجي وقت الأذان تتوضي وتصلي، تتوضي وتصلي. وربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوه اتفضلي. لو سمحت يا شباب بس ثلاث اسئله بس عايزه الاجابه عليهم عشان انا اسمعها كويس. بتقولي ايه السؤال ايه؟ انا اسف علي قال لي يعني الطلاق لو اتكلمت في موضوع معين يعني الصوت بيروح بيجي قال لك علي الطلاق لو اتكلمت في موضوع صح كده اللي انا بقوله؟ ايوه. ها؟ وانا سالته عن النية انا ساعات ما تمشي عندي. سامعين السؤال كويس يا جماعه؟ لا انا كده. السلام عليكم. الصوت اتقطع كده. السلام عليكم. اتفضلي. ايوه من قناه الندى. ايوه نعم. طيب ممكن اسلم الشيخ. اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي سامي حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. معكم كريم. يا اهلا وسهلا. انا بس عايز اسالك دلوقتي انا ليا اخين عاق. اخين؟ ولدي متوفى واحنا صغيرين دلوقتي. اخويا مبهدل امي. لا اله الا الله. وضربني. لا حول ولا قوه الا بالله. عشان خاطر مراته. ربنا يهديه يا رب. دلوقتي انا محرماه، هل يبقى حرام عليا؟ بس والله العظيم هي ما ظلمت حد، هم اللي ظالمين الاثنين. يعني الام هتظلم، الام دايما قلبها حنون. ربنا يهديهم، ربنا يعني يا رب يتوب عليهم ويهديهم ويجعلهم من الصالحين. على كل حال انتوا برضك يعني ما تبقيش القطيعه قطيعه كامله، يعني بقدر الامكان خلي فيه شيء من الوصال، يعني ما تبقاش قطيعه كامله، لكن تهجريه من باب الغضب لله ان هو ضعاق عاصر ربنا في عقوق والديه. فهذه القطيعه جائزه ما يبقاش للنفس، انما لانه عصى الله عز وجل انه عق امه ولم يعني يطيع امر الله عز وجل في امره بالاحسان للوالدين. فيجوز في هذه الحاله، لكن برضك نخلي في شيء من الصله لعل الله عز وجل ان هو يهديهم ويرجعوا رشدهم. وهذه من اكبر الذنوب يا جماعه، ان
ان الانسان لعن الله من لعن والديه ولا سب والديه، لان تسبب الذي يتسبب في سب الوالدين ملعون، يعني يصب ابا الرجل فيصب اباه ويصب امه فيصب امه، فكيف بمن يعق الوالدين نفسهم ويسبهم ويلعنهم ويسيء اليهم؟ هذا من اكبر الذنوب، نسال الله ان يتوب على ابناء المسلمين يا رب العالمين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه الشيخ، انا كنت بكلمك دلوقتي. اتفضلي. علي بس صدق شويه، بتقول ان هو حلف عليكي. حاضر لو سمحت، انا بقول لك جوزي حلف عليا قال لي عليا الطلاق بالثلاثة، لو اتكلمت في الموضوع كذا يعني. ايوه. تكوني طالق. تكوني طالق. سالته عن نيته، قال لي ان انا ما كانش عندي نيه حضرتك وقتها، بس انا كنت بقول كده بخوفك واجبرك عشان ما تتكلميش في الموضوع. طيب. يعني هو قال لك ان انا بخوفك على طبعا. أيوة. بناء على كلامك وانت المسؤولة امام الله عز وجل عن هذا الكلام. اذا كان نيته ان هو بس بيخوفك، انت وجوزك طبعا مسؤول عن الكلام، لان الفتوى بتبقى بناء على ما بنسمعه. اذا كان نيته ان هو بيخوفك فقط فما بيقعش الطلاق، عليه ان يستغفر الله ويطعم 10 مساكين ولا يقع الطلاق بهذه النية. لكن لو كان نيته الطلاق وحصل انك انت اتكلمتي مع الموضوع اللي انت لو قال لك عليه، هنا بيقع الطلاق. فرجعي تاني برضك عشان تبقى ايه على يقين، وهديك عرفت الايه الحكم في المسألة. طب يا شيخ، لو كان مثلا هو قال لي كده والطلاق وقع، مثلا هو عايز يرجعني بيعمل ايه؟ لا، ما انت بتقولي هو نيته ما بيهددك. والله يا شيخ قال لي كده، بس انا برضه عايز اطمن يعني. اذا كان الطلاق وقع يبقى هيرجعك. يقولك راجع توقي الى عصماتي وتتحسب طلقه، بس احنا مش هنقعد بقى نقول الاحتمالات، هو نشوف هو قال ايه بالظبط عشان يبقى الحكم صحيح، ما نقعدش احنا متشككين. انت الاول قلت ان انت سالتيه وقال لك كذا، اذا كان صادق في كلامه وانت بتصدقيه في الكلام دوت وكلام ده صحيح، يبقى كده ما وقعش الطلاق. اما اذا كان قال لك ان هو نيته يقع الطلاق، ان هو نيته الطلاق وانت اتكلمت في الموضوع ده، بيقع الطلاق. طب نرجعك ازاي؟ يقول لك راجع طوقي الى عصمتي، والافضل يكون قدام 2 شهود طالما انت لسه في العده. طالما انت لسه في العده، يعني في خلال ال3 شهور او ال3 حيضات يعني بعد ما قال الكلام دوت. اذا ال3 حيضات دول عدوا يبقى هنعمل عقد جديد ومهر جديد. انت عشان كده بنقول لك لازم تجيب السؤال كامل عشان يبقى الاجابه كامله، ما نقعدش بقى ايه نفتح في مواضيع كتير. انت برضك اعرفي ايه بالظبط، واحنا موجودين في اي وقت اهلا وسهلا، اتصل في اي وقت. البرنامج الحمد لله بيجي كل يوم مرتين في اليوم، فاعرفي الموضوع ايه واتصلي تاني واهلا وسهلا بك. نعم. السلام عليكم. قال لي جوز ان الكفاره مثلا كفاره اليمين. نعم. بدل الاطعام متفهمه فلوس، يعني لو انا شايفه الناس اللي هي بتقطع. نفس السائله ولا لا يا جوز؟ بتقول ايه؟ كفارة اليمين؟ ايوه الاطعام 10 مساكين. اطعام 10 مساكين. انا مثلا اتاخد فلوس؟ لا تاكليهم. 10 مساكين برضه ولا لازم اطعام؟ لازم اطعام، لان ربنا ذكر اطعام. قال فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. اذا ما فيش مقدره ماديه يبقى يصوم 3 ايام، المقدره الماديه موجوده يبقى لازم يجيب لهم اكل او يجيب لهم لبس. وطبعا غالب الناس بتختار الاكل، يعني عشان كده احنا بنقول اطعام 10 مساكين. لازم تجيب لهم اكل، يا اما اكل احنا نسويه ونطهيه وناكلهم، يا اما نديهم هم الاكل هم ايه يطهوه هم، يعني يطبخوه هم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اتصال اتقطع. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك، أنا ابني بيشتغل في شركة قطاع خاص. كويس. شغلته محاسب. كويس. الشغل اللي هو الموكل إليه، الموكل بيه، إن هو بيجمع أو بتجيله الفواتير بتاعة المصروفات والإيرادات، وهو عليه إن هو بيفرغها في كشوفات. نعم. الكشوفات دي بعد كده بتروح للمحاسب القانوني اللي هو بي 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 بيشوف عملية الضرائب. أه بالظبط. نعم. كده. المشكلة ان ابني عارف ان في فواتير من المصروفات دي فواتير غير صحيحة، فواتير مزورة، فواتير وهمية. نعم. عشان يكبروا حجم المصروفات وبالتالي يقللوا الضرائب. لفت نظر صاحب الشركة لهذا الامر، لحرمة هذا الامر،
ولفت نظر المحاسب القانوني للكلام ده، ومع ذلك هم مصممين على ان هم بيعملوا كده، بيقولوا ان احنا بنتظلم في الضرائب واحنا بنسترد حقنا والى اخره. فهو دلوقتي بيسال هل هو شغله في الحاله دي حرام؟ والله هو بص، هو كده قدم عليه، يعني هو المفروض يقدم النصيحه. وهو قدم يعني النصيحه، ويعني برضك يلح عليهم في النصيحه. واصل دلوقتي عشان نقوله سيب الشغل، ما هو انت شايف الناس ما فيش شغل، فهو ما فيش قدامه الا انه ينصح وهو يعني جزاه الله خير برضك، عشان يعني قام بالدور اللي عليه انه نصح صاحب الشركه، ومن حين لاخر برضك يذكره بهذا ويخوفه بالله، وهو كده يعني ان شاء الله يعني ما فيش حرج عليه وما فيش اسم عليه هو، والاسم على يعني التحمل المسؤوليه دي على الناس التانيين. فهو كده يعني عمل اللي عليه، والله مستعان، ربنا يعفو عنا جميعا يا رب. نعم. السلام عليكم. مكالي. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم شيخ. ايوه سامعك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مولانا. اتفضل. انا عليا 35000 زكاه، عليا 35000، عليا 35000 زكاه بطلعها كل سنه. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب احنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذا الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكريمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. مسألة الكنز الذهب والفضة يعني الناس تمنع الحقوق الواجبة عليه، وللأسف دي مشكلة أصبحت عامة ويقع فيها كثير من الـ يعني الـ الرجال في بيوتهم، فلا يؤدي حق الله، أصحاب الأموال لا يؤدون الزكاة، وربما كمان لا يؤدون الواجبات الشرعية، يعني النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد. الله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة في التحذير من كنز المال وعدم إخراج. طبعا الكنز اللي هو المال الذي طبعا هو في اللغة الكنز المال المدفون، لكن المقصود بالكنز هنا في الناحية الشرعية المال الذي لا تخرج زكاته. عشان كده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض، وما لم تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الأرض. طب نسمع السؤال دوت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شفنا. لو سمحت، أنا متزوجة وزوجي طلقني يعني مرتين، المرة الثانية ربنا يصبر لي إفتى وطلقني كمان مرة في التليفون قبل انتقال. دي الثالثة بقى. دي الثالثة. عندك في التليفون تطالع. نعم. فهو دلوقتي مش راضي يديني ورقه طلاقي، فكنت دايما اقول انا اشتكيته لله، فهل لا. لو اشتكيته في المحاكم وكده يبقى حرام عليا؟ لا مش حرام، ده حقك. يعني هذا الذي يفعله ظلم، لان هو طالما طلقك المفروض خلاص يخلي سبيلك ويعطيك ال ما يصرفش على اولاده خالص خالص. يعني انا لسه بنتكلم اهو، يعني دقيقه بنتكلم على مساله عدم النفقه على الاولاد وعلى الزوجه، فهذا طبعا ظلم ويحاسب عليه امام الله عز وجل، وانت من حقك طبعا برضه ترفع عليه قضيه بان تطالبي بنفقه الاولاد ونفقه الحضانه ليهم، لانه دول ولاد ولازم يصرف عليهم. فشوف انت واحد محامي يعمل لك يعني يرفع كل هذه القضايا، قضيه ان هو يعطيك ورقه الطلاق ويثبت لك هذا الكلام اذا عشان تاخذ حقوقك، لكن اذا كان ظالم مش هتقدر القضيه مش بتفشل، لان ممكن يدعي ان هو ما طلقكيش وتاخد وقت، يبقى امرك الى الله، ممكن تعملي خلع وبس كده، يعني هتبقى اتنزلت عن الحقوق بتاعتك، ما فيش الا القايمه بس اللي تاخديها. ويبقى ده هو كده ظلم من ناحيه ثانيه، ان هو يطلق ولم يعطي للمراه حقها، وهذا طبعا مال يكون في بالنسبه لي مال سحت،
لا يجوز له، لان الانسان اذا طلق يعني يطلق بالمعروف، ان الله يقول امسكوهن بالمعروف او فارقوهن بالمعروف. المعروف ان يعطي للمراه حقها عند الطلاق، حقها المؤخر ونفقه العده ونفقه المتعه على قول بعض اهل العلم. انما ان هو يطلق ويظلم ويمنحها لانه مش عايز يديها الورقه ثاني خشيه انها تتزوج من بعدي، او ان هو ما يديلهاش بتاع، هذا كله ظلم يقع فيه كثير من الناس للاسف الشديد. فقدامك طريق القضاء انك ترفع القضاء وتاخذي حقك، وهذا طبعا لا حرج عليك في ذلك ولا اثم، بل هذا حق واجب يجوز لك ان تفعله، والله اعلم. نعم. السلام عليكم. هل هناك اتصال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي. نعم. سمحت سؤال لو سمحت. تفضل، اسعلي صوتك شوي. أنا بعمل في أعمال البناء. أعمال؟ البناء. البناء، كويس. بالتقسيط. كويس. بقوم بتمويل بعض الناس في استكمال بعض المباني زي صب البيت أو في تموين طوب وأسمنت وحديد. كويس. وبقسط وباخد القسط. كويس. احيانا بيدفع لي مقدم، بعتبر المقدم ده هو نسبه المقدم دي مثلا ثمن الطوب. نعم. وثمن الحديد او الاسمنت بعتبره بالتقسيط. نعم. بس طبعا الحاجه دي ما بتبقاش موجوده عندي في محلي، انا بشتريها بالطلب من مستودع بتعامل معاه. نعم. وبوردها ل العميل اللي انا متفق معاه. كويس. طيب. هل في هذه المعامله شيء؟ لكن انت طبعا ما بتصبش انت ولا حاجه، انت بتجيب بس المواد البناء. انا بوصل له المواد وماليش دخل باي شيء. ده اللي احنا لسه قلناه، اول سؤال تقريبا كان في الحلقه اللي هو بيع المرابحه. احنا قلنا بيع المرابحه بيشترط فيه الشروط الاتيه. نمره واحد، انك انت ما تاخدش من العميل المقدم الا بعد ما تشتري السلعه. يعني لا تاخد منه عربون ولا تاخد منه مقدم، لان العربون والمقدم دي بدايه بيع وانت لا تملك السلعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك، انت لسه ما ملكتش السلعه. يبقى دي نمره واحد. نمره واحد انك انت لا تاخذ مقدم ولا عربون من العميل. نمره اثنين انك تشتري السلعه بخالص مالك، يعني تشتريها من مالك كله دون ان تاخذ مال من هذا العميل. نمره ثلاثه انك تنقلها من مكان اللي انت هتشتري منه، سواء وديتها المخازن بتاعتك او وديتها مكان تاني قبل ما تتعاقد مع العميل. رابعا انك لا تلزم، وده طبعا الشرط اللي بيخلي كتير من الناس يقفوا يقول لك لا انا مش هتعامل معامله دي، انك لا تلزم العميل ان هو ياخذ السلع بعد ما تجيبها، لان هو ممكن يرفضها، لان هذا وعد بالبيع وليس الزام بالبيع. احنا لسه بنقول ما ناخدش فلوس من الاول عشان ما يبقاش في الزام، فبعد ما تجيبها يقول لك والله انا استغنيت عنها او انا شفت طريق تاني او مش هكمل اي سبب يعني، فانت لا تلزمه بذلك. نمره خمسه ان الاقساط ما بيكونش فيها غرام التاخير، يعني اذا اتاخر قسط ولا حاجه ما فيش، لكن ممكن يكون في شرط جزائي موضوع تاني، واظن مش هينفع معاك الشرط الجزائي انك انت تاخد منه السلعه تاني لانك هيبقى استعملها، لكن شرط غرامه التاخير دي ربا على المال ولا يجوز. اذا تحققت الشروط ديت يبقى المعامله صحيحه. اذا لم تتحقق هذه الشروط يبقى خليك في عملك ولا يعني او تعامل في حاجات بسيطه تقدر انك تتعامل بيها. لان كتير من الناس للاسف يعني العوام كل وقت الواحد معاه فلوس بقى يعمل الموضوع دوت ومن غير ما يعرف ايه هي حدود الشرع في هذه المساله. فاذا تحققت الشروط ديت يبقى ان شاء الله المعامله صحيحه وتوكل على الله. ما تحققتش ربنا بقى يعني يعفو عنك ويفتح لك ابواب اخرى. الله المستعان. نعم. هل هناك اتصال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عايزه رقم الدكتور محمد حسن عبد الغفار في الشيخ شعبان درويش لو سمحت.
طيب الاخوه في الكنترول يدوا لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بنرجع نقول ان مساله الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاته الا صفحت له يوم القيامه صفائح من نار، ثم يقوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت اعيدت او يعني احمي عليها مره اخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني صعبان ذكر أقرع أي كثير الصم، فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه يعني يأخذ بشتقيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يفرحون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر الكانزين بردف من جهنم. والردف هي الحجارة المحمية زي النمر يعني. بشر الكانزين بردف من جهنم يوضع على نغض كتف أحدهم فيخرج من حلمة ثديه، ويوضع على حلمة ثديه فيخرج من نغض كتفه. نغض الكتف اللي هي الجلدة الرقيقة اللي في أعلى الكتف. يوضع على نغض كتفه فيخرج من حلمة ثديه، ويوضع على حلمة ثديه فيخرج من نغض كتفه يتزلزل. وهذا كله لأن صاحب المال يعني لم يؤدي حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل أوجب علينا هذه الزكاة. وهذه الزكاة يعني كثير من الناس يسأل عنها. بالنسبة لزكاة الأموال، هم العلماء بيسموها زكاة النقدين، لأنه كانوا زمان بيتعاملوا بالنقدين هم الذهب والفضة، لكن يدخل دلوقتي أيضا الأوراق البنك نوت، هي الجنيهات والريالات والدولارات، الأموال يعني كلها. إذا بلغ ما يملكه الإنسان النصاب، يعني شرط الزكاة أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، طبعا الإسلام ده شرط. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حول يعني سنة، والسنة بنحسبها يا جماعة بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. دايما الاحكام الشرعيه لما نقول اي حاجه صيام شهرين متتابعين مثلا، يبقى نقول شهرين هجري، نقول حال عليه الحول يبقى حول هجري. النصاب 85 جرام ذهب، يعني نشوف الفلوس اللي معانا والذهب اللي معانا كله على بعض كام، بنحسبه كده ثمنه قد ايه. اذا وصل ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 24 ذهب خالص، يبقى نطلع الزكاة اللي هي ربع العشر. ربع العشر يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه، نقسم على 40 يعني. أما إذا حسبنا النصاب بالفضة، طب نسمع السؤال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. أنا بس كنت طلعت عمرة. نعم. وبعدين انا وزوجي، وبعدين جينا وصلنا زي ما يعني جينا من المدينه وصلنا مكه الساعه 11 كده، جايين نطلعوا فوق جايين نروح عمره، فواحده الناس قالوا لا ده انتوا تطلعوا تستريحوا عشان تلحقوا تلحقوا تصلوا الفجر، لو كده مش هتلحقوا تصلوا الفجر. كويس. فطلعنا حصل جماع غصب عني يعني. فالحل ايه؟ هو مات. لا حول. فقول لي الحل ايه اعمله؟ يعني بقى ربنا وعايزه ليه وليه وليا، يعني حاجه ربنا يغفر لي ليه وليه اعملها، اي حاجه اعملها. هو المفروض بيبقى في الكفاره هنا الفديه، ان في فديه الجماع ان بتذبح ناقه،
يعني جمل. لكن هو توفي بقى، ربنا يعفو عنه يعني. المفروض انك بتذبحي ناقه تذبح هناك، ودي كفاره الجماعه في بتاع، وتأدي عمره من جديد، ويبقى حد ان شاء الله تعالى يأدي عمره عنه اذا كانش أدى عمره قبل ذلك. هو أدى عمره قبل كده؟ اذا ما كانش أدى عمره يبقى حد يعتبر عنه من جديد، اذا كان في مقدره يعني او طرق مال. وانت برضك ربنا يقدرك وتروح ايه تؤدي عمره مكان العمره، لان كده العمره بتاعتك فسدت. نعم. السلام عليكم. في اتصال. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل، علي صوتك شويه بس. نعم. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا عم الشيخ. معاك، سامعك. بقول للست كان عليها كل سنه 35000 دي كمان. 35000 زكاة مال؟ زكاة مال بطلع في اول رمضان. كويس. ممكن لو اخرتهم لاخر رمضان، لو طلعت منهم جزء في اول رمضان وجزء في اخر رمضان يجوز ولا ما يجوزش؟ ما فيش مشكلة، طالما كله في شهر رمضان ما فيش مشكلة، ما تأخرش عن كده بس يعني اخر حاجة شهر. ممكن سؤال تاني يا مولانا؟ اتفضل. انا سيادتك عاوز افتح حج. ربنا يتقبل يا رب ويوفقنا وإياك. روح الحق قدم في القرعه، لانه دلوقتي فاتحين الباب دلوقتي. السلام عليكم. الخط اتقطع، الاتصال اتقطع. ايوه السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قناتي؟ نعم، قناه النادى. نعم. عايز رقم الشيخ شعبان درويش لو سمحت. ايه قنطرون. ادوا له رقم الشيخ شعبان. النهارده المشايخ اتصالات كتير اليوم. السلام عليكم. هل هناك اتصال؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت، انا زوجي امكانياته الماديه معي كويسه، فبصرف كتير جدا على اولادي، دروس ولبس وعلاج وكل حاجه. فممكن دوت يطلع بنية زكاة ذهب؟ لا، ولادك مش منه؟ ولاده هو؟ ايوه بس امكانياته مش قادر ان هو يسد كل المصاريف. لا، ما هو زكاة ايه؟ انت اللي طلع الزكاة يعني ولا هو ولا انا؟ زكاة الذهب بتاعي، زكاة الذهب انا. بتاعك انت. انت ممكن تدي لزوجك. تدي الزكاة لزوجك وهو يصرف على البيت. يجوز يعني مثلا دروس او حاجه، بدي للدروس، بجيب لبس، الكلام ده لازم هو اللي يجيب. اداله، ملكها له الاول، ملكها له الاول عشان نبقى خرجنا من الخلاف. ملكها له الاول يعني اديها له، وناخد دول ليك واصرف بيهم على البيت، وهو يصرف ان شاء الله تعالى اذا كانت الظروف فعلا ما تسمحش يعني. الظروف هو ما تسمحش، لان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه زينب امراه ابن مسعود سالت النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، لما اراد ان تخرج زكاة الذهب، قال ابن مسعود، قال ان تعطيه الزكاة له ولولده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ويقوم بذلك لك اجر ان شاء الله. ان المرأة لا يجب عليها النفقة على الزوج بخلاف العكس، يعني لو الزوج ما ينفعش يدي الزكاة لمراته، لكن الزوجة ممكن تدي الزكاة لزوجها اذا كان هو يعني فقير ولا يستطيع النفقة على البيت. وفي الحالة ديت يصرف، ينفق على بيته، هينفق على مراته برضك وعلى اولاده، لان هو المسؤول عن النفقه، فهي تعطيه الزكاه تملكها ليه، وهو بعد ذلك ينفق على البيت. بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي. نعم. بعدين حضرتك ممكن بنتي سايله موبايل، بنتك مالها؟ مراتها ووقع منها، قال عليه ان احنا نديها تقويم. سامع كويس. معلش معاها ايه بتقولي؟ موبايل. وقع منها؟ لا لا انا مش سامع الناس. معلش. السلام عليكم. سلام الله. نعم. حسان معك من المغرب يا ودي يا شيخ. المغرب؟ ومن المغرب. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. بغيت نسقسيك النسبة واحد الاخر الوالدين، اذا كان راضين عليك الوالدين. أه
رضا الوالدين. يعني اتكلم عن رضا الوالدين ولا هو بيسال سؤال معين؟ احنا قلنا طبعا لسه قايلين من شويه مساله العقوق، وقلنا ان الحديث طبعا رضا الرب من رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. والله عز وجل يقول في وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يعني دايما ربنا سبحانه وتعالى يذكر بر الوالدين بعد العبوديه، فهما سبب وجود الانسان في هذه الدنيا. وبالوالدين احسان، وقال الله عز وجل ان اشكر لي ولوالديك. ولذلك يعني شكر الله ايضا مقرون، او شكر الوالدين مقرون بشكر الله عز وجل. وعباده الله عز وجل يقرن بعدها ربنا سبحانه وتعالى الاحسان للوالدين. وبعض الناس تظن ان الاحسان للوالدين ان هو لا يسيء اليهم، لا، ليس فقط، لان رب الله عز وجل يقول وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما ولا او كلاهما فلا تقل لهم اف ولا دي عدم الاساءه. يبقى عدم الاساءه مع الاحسان، مش هو لا يسيء اليهم فقط ويسكت، لا، لازم ولا بد ان يحسن اليهم. شوف طلباتهم ايه، احتياجاتهم ايه، يعني يكون على صله بهم، يعني دايما يعني يلبي بشوش وشهم، يقضي لهم حاجاتهم، ده كله من الاحسان. انما الاساءه دي موضوع ثاني، ما ينفعش ينفخ في وشهم حتى، لانه لا تقل لهم اف. يقول ابن عباس لو كان هناك كلمه يعني اقل من اف لذكرها الله عز وجل. مجرد بس يقول تضجر، كلمه تضجر يعني كلمه فيها يبين ان هو زهقان منهم او ان هو مش طايقهم، ها، بالنفخ بس كده اوف. فهذه طبعا الله عز وجل ينهى عنها. ونسال الله عز وجل الهدايه لجميع المسلمين، وان يوفق الجميع لطاعه الله ولبر الوالدين. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لكل خير، وان يرزقنا اياكم الفردوس الاعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا